أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله. نبارك لكم أيها الأحبة، ونبارك لمولاي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بمناسبة ذكرى مولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وحفيده الإمام الصادق عليه السلام. أعادنا الله وإياكم على مثل هذه المناسبة في حال أحسن من هذا الحال. أيها الأحبة، خير ما نفتتح به هذا الحفل المبارك آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ عقيل جلال الحمد، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما السماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إني آنست نارا
لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل
من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا كما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى
قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. صدق الله العلي العظيم. أفلح من يصلي على النبي الكريم وآله الطاهرين. نتقدم بالشكر الجزيل إلى القارئ عقيل جلال الحمد، أثابك الله وحشرنا وحشرك مع القرآن يوم القيامة. نبارك لكم أحبتي مرة أخرى بهذه المناسبة العطرة، أعادنا الله وإياكم في حال أحسن من هذا الحال. أول شيء بس ملاحظة حبايبي الشباب هني الحلاوة، حاولوا تخلصون شوي لأن احتفال هني، ها لا تاكلون حلاوه شباب، ها. بسم الله الرحمن الرحيم. كثير من سنن رسول الله صلى الله عليه واله اصبحت مهجوره
بل أكثر المسلمين استبدلها بما هو أدنى منها. قال تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فلا بد لمن أراد الهجرة إلى ربه تعالى أن يتخلق بأخلاق الله ورسوله وسنن النبيين والصالحين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: بعثت بمكارم الأخلاق ومحاسنها. فكلما ازدادت أخلاق المرء كلما اقترب من رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر. وعليه فلا بد من معرفة بعض أخلاقه صلى الله عليه وآله وسننه، ونذكر منها ما يلي: كان يبادر إلى التحية، كان يبادر إلى من لقيه بالسلام والتحية، لأن السلام قبل الكلام، وهو علامة التواضع. تواضع وللبادئ بالسلام 69 حسنة، وللراد 1. جل ضحكه التبسم، فلا يقهقه ولا يرفع صوته كما يفعل أهل الغفلة. يتفقد أصحابه، لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر كالاستغفار والتهليل والدعاء، فإنها كفارة المجلس. يجلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، فهو أقرب إلى التواضع وأبعد عن هوى النفس. يترك ما لا يعنيه، فلا يتدخل أو يقحم نفسه فيما ليس له. لا يقطع على أحد كلامه حتى يفرغ منه. يساوي في النظر والاستماع للناس. هذه بعض أخلاق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. كان يبكي حتى يبتل مصلاه خشية من الله عز وجل من غير جرم. يتوب إلى الله تعالى في كل يوم 70 مرة فيقول: أتوب إلى الله. كان صلى الله عليه وآله يجالس الفقراء ويؤاكل المساكين ويصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم. ما أكل متكئاً قط حتى فارق الدنيا تواضعاً لربه. إذا أكل مما يليه، وإذا شرب شرب 3 أنفاس، فيشرب أولاً ثم يحمد الله تعالى ويتنفس. يفعل ذلك 3 مرات. إذا حدث بحديث تبسم في حديثه. أكثر ما يجلس تجاه القبلة. إذا فقد الرجل من إخوانه 3 أيام سأل عنه، فإذا كان غائبا دعا له، وإن كان شاهدا زاره، وإن كان مريضا عاده. يدعو الجميع بكناهم إكراما لهم واستمالة لقلوبهم، ويكني من لا كنية له. يخرج بعد طلوع الشمس، لأن الجلوس للتعبد والدعاء والذكر بين الطلوعين أفضل من طلب الرزق. إذا دخل منزلا قعد في أدنى المجلس إليه حين يدخل، قد قعد عند أول مكان يجد من طرف دخوله. هذه بعض سنن أخلاق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. وأما أولى فقراتنا فنستقبل الكلمة الافتتاحية للطالب في هيئة العدل المنتظر للتعليم الديني السيد رضا السيد أمين، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
نبارك للأمة الإسلامية جمعاء والحضور الكريم ذكرى ولادة منقذ البشرية حبيب الله والسراج المنير أبي قاسم محمد. وحفيده الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. أيها المبعوث الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور، يا شمسا تنير بالعقول على مر الدهور، كلما مرت ذكراك ولدت روحك في أنفسنا من جديد. تربى يتيما لكنه كان معلما للآداب في كل شيء، وهي الآداب الذي أثبت العلم والتربية الحديثة أهميتها وصحتها، فيجب علينا الالتزام بها مثل أدبه في الطعام والحديث وتربية الأبناء والمجالس. كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا تكلم كان كلامه مفصل، وكان يتأنى في إلقائه حتى يفهم السامعون ويعوه، وكان لا يتكلم بغير حاجة ولا يتدخل فيما لا يعنيه. كان يقبل على محدثه ويصغي إليه بوجه باش ونفس منفتحة، وهو القائل: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، وإنما يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أما في الطعام فكان يعتني بالنظافة قبل الطعام وبعده، ويبدأ طعامه بالتسمية ويأكل بيده اليمنى. كان متواضعا، أبا يمتلئ قلبه بالمحبة والحنان للجميع، وينصح ويعلم بشفقة وهدوء. فإذا كنا مسلمين حقا فعلينا الالتزام بهذه الآداب المحمدية. والسلام عليكم ورحمة الله. نشكر الشبل العزيز سيد رضا، ونتمنى له مستقبل زاهر. وردت عدة روايات في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، نذكر منها: قال النبي صلى الله عليه وآله: أكثروا الصلاة علي فإن صلاتكم علي مغفرة لذنوبكم. قال النبي صلى الله عليه وآله: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي. وعنه صلى الله عليه وآله: إن الله أعطى ملكا من الملائكة أسماع الخلق، فهو قائم على قبري إلى يوم القيامة، لا يصلي علي أحد صلاة إلا سماه باسمه واسم أبيه، وقال: يا محمد صلى عليك فلان ابن فلان، وقد ضمن لي ربي تبارك وتعالى أنه أرد عليه بكل صلاة عشرة. وعنه صلى الله عليه وآله: من ذكرت عنده فلم يصلي علي فقد شقي. وعنه صلى الله عليه وآله: من ذكرت عنده فخطأ الصلاة علي خطأ طريق الجنة. وعنه صلى الله عليه وآله: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وعنه صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لا يصلي عليه.
وعنه صلى الله عليه وآله: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. أما الآن نستقبل الطفل الآخر سيد حسين سيد مرتضى، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عام الفيل بعد وفاة أبيه، وقد رعته أمه آمنة فأحسنت رعايته، وبقي عندها إلى أن صار عمره 6 سنوات، ثم كفله جد عبد المطلب إلى أن صار عمره 8 سنوات، وبعدها كفله عمه أبو طالب. كان أبو طالب قليل المال وكثير العيال، وكان يحب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويفضله على أبنائه، وقد أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمه كثيرا ورغب في مساعدته. فماذا عمل؟ لقد رعى الأغنام لأهل مكة بأجر، وكان يحرص على تلك الأغنام ويهتم بها، فأحبه أهل مكة وتكلموا عن صدقه وأمانته وأخلاصه في عمله. وبماذا اشتغل أيضا؟ كان في مكة امرأة فاضلة اسمها خديجة بنت خويلد، وكانت صاحبة تجارة، وقد سمعت عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فطلبت منه أن يشتغل في تجارتها، فقبل صلى الله عليه وآله وسلم وسافر بتجارتها إلى الشام. وقد صاحبه في هذه الرحلة خادم السيدة خديجة رضي الله عنها واسمه ميسرة. عاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من هذه التجارة بربح كثير، وعاد ميسرة يتحدث بما شاهد من أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فازداد أهل مكة حبا له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر السيد حسين سيد مرتضى ونسأل الله له التوفيق. أيضا من سنن الرسول صلى الله عليه وآله، وهي كثيرة وحري بنا كأتباع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، أن نتبع أخلاقه وأن نتخلق بأخلاقه. كان يبكي حتى يبتل مصلاه خشية من الله عز وجل من غير جرم، يتوب إلى الله تعالى في كل يوم 70 مرة، يقلم أظافره ويقص شاربيه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة، لا يعرض له طيب إلا تطيب، إذا أحزنه أمر لجأ إلى الصلاة، وكان يحب الخلوة بنفسه للذكر والتفكر والتأمل ومراجعة أمره، يهيئ ماء وضوئه بنفسه لقيامه وتهجده في الليل ولا يطلب ذلك من أحد. يقوم صلى الله عليه وآله بأعمال أزواجه
معينا لهم في شؤونهم ويقطع اللحم، لا يثبت بصره في وجه أحد محدقا به حتى يأمن ويستأنس، لا يجلس صلى الله عليه وآله أو لا يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا خفف صلاته وأقبل عليه وقال ألك حاجة. كان صلى الله عليه وآله في الرضا والغضب لا يقول إلا حقا. إذا دخل المنزل توضأ ثم يصلي ركعتين يوجز فيهما ثم يأوي إلى فراشه، وكان ينام على الحصير ليس تحته شيء غيره. إذا استيقظ من النوم خر لله ساجدا، يتوضأ عند النوم ويتوسد اليمين ويسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34 ويستقبل القبلة بالوجه ويقرأ فاتحة الكتاب وآية الكرسي. قال صلى الله عليه وآله من كان يحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج. كان صلى الله عليه وآله يأكل أكل العبد ويجلس جلسة العبد، وكان يأكل على الحضيض له القرار من الأرض وينام على الحضيض، ما قدم له طعام فيه تمر إلا بدأ به، يحمد الله بين كل لقمتين. أما الآن يعني أعتقد عندنا سحوبات، إذا نستغل الوقت بما أن السيد الحين ما وصل. مئة وثلاثة واربعين، مئة وثلاثة واربعين. صلوا على محمد وآل محمد. وزعوا من بداية الظهر، ما أدري خلاص الأرقام؟ خلصت الأرقام، ما أدري صراحة، كانوا وزعوا يمكن بعد ما شافوا. 99، صلوا على محمد وآل محمد. تعال حبيبي، وايش صل على محمد وآل محمد. مئة وواحد وثلاثين، 131. خلاص آخر نداء، اسحب غيره. مئة وثلاثة وثلاثين، 133. السيد خلاص هذا آخر رقم الحين. 141، 141، 141. يلا خلي يجي، صلوا على محمد وآل محمد.
أما الآن نستقبل أو صلوا على محمد وآل محمد. الفقرة التالية هي انشودة لفرقة أنصار الحسين، فاستقبلوهم بالصلاة على محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نبارك لكم ولادة السيد الكونين محمد بن عبد الله وحفيده الإمام الصادق، ويسعدنا أن نشارككم حفلكم هذا بأنشودتين. الأولى فخر الخلائق جعفر للشاعر أحمد جعفر، ألحان محمد عبد العال ومحمود المشخص. يا ريح الصبا في بدايات الصباح، حفي قبره بغدو ورواح. يا ريح الصبا في بدايات الصباح، حفي قبره بغدو ورواح. يا ريح الصبا في بدايات الصباح، حفي قبره بغدو ورواح. قبر به ماء الحياة، تفنى الحياة بغير ما أعطى الوجود بجوده، فوجوده جود العطاء. قبر به ماء الحياة، تفنى الحياة بغير ما أعطى الوجود بجوده، فوجوده جود العطاء. علم تتلمذ عنده جمع فصاروا علماء، كل العلوم أبانها ما خص أرضا وسماء. قطب وحوله درى الفلك، زرارة بنهجه سلك، بكفه الدنيا ملك، لولاه نعمان هلك. قطب وحوله درى الفلك، زرارة بنهجه سلك، بكفه
الكتاب فصل الخطاب كل أناب لفيضه عدل الكتاب فصل الخطاب كل أناب لفيضه فخر الخلائق جعفر العلم أحياه فلكم وكم ضعت وكم في بحر علياه فخر الخلائق جعفر العلم أحياه فلكم وكم ضعت وكم في بحر علياه في بحر علياه أما الملا في عصره وبعصرنا أما الملايين علم الجدود له يعود نجم بحاضرنا على محمد وآل محمد. أنشودة طه للشاعر علي المؤلف. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله أذن في الناس لمولده وتى شمسا في موعده ظمأن تسعى ولمورده تغرف ورد نداها بسمة عينيه وآلاءه تنهلها تنهل أضواءه ما أحلى فينا أسماءه نور أحمد طه طه ضوى في الدنيا طه لا يوم لقيا طه عيناه المحيا طه يا رسول الله طه ضوى في الدنيا طه هذا يوم اللقيا طه عيناه المحيا طه يا رسول الله يا صورة حب ومعاني لحنتك أقدس ألحاني في جوهر يمن وجماني تلمع عينك نورا يا وجهة معنى وهيامي يا بهاء ألوان غرامي يا غصن حمامي وسلامي ضوى العتم بدورا طه خذنا لك خذنا طه لا تبعد عنا طه خذنا لك منا طه يا رسول الله طه خذنا لك خذنا طه لا تبعد عنا طه خذنا لك منا طه يا رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله شاع على الدنيا كالفرقاد بستانا في الأرض وورد يمتد على الأرض ويمتد
يلبس روح الكون. خذ بالأرواح إلى روحك تخشع في أيام صروحك. أرسل للطوفان بنوحك لو طالب بالعون. طه شمعة أحلامي طه يا معنى كلامي طه في الأعلى سامي. طه يا رسول الله طه شمعة أحلامي طه يا معنى كلامي طه في الأعلى سامي. طه يا رسول الله بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله ورق السماء بنعاله. حسنت جميع صالح يا سامعين صلوا عليه وآله. نشكركم أحبتي سيد. نشكركم أحبتي على هذا الأداء الرائع وأثابكم الله. إشارة بسيطة لآية كريمة، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية تستحق البحث والمتابعة. أمرين بسيطين فقط، وهي مشروعية الزيارة للرسول الأعظم وأهل البيت عليهم السلام والأولياء ولأولياء الله الصالحين. نستطيع أن نأخذها من هذه الآية الكريمة، لأنه لا محذور في شد الرحال إلى النبي، والآية مطلقة تدل على وجوب المجيء إلى الرسول صلى الله عليه وآله حياً أو ميتاً. جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً. والإشارة الأخرى جاءوك تدل على أن المجيء إنما هو للرسول لا لشيء آخر، بحيث يكون المجيء للرسول صلى الله عليه وآله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. الآية تحتاج إلى بحث، وعلى الأحبة إذا أحبوا الاطلاع في التفاسير الكريمة. إعلان من جمعية المرخ الخيرية ليلة تعلن لجنة جمعية المرخ الخيرية الاجتماعية عن إقامة المحاضرة الأسرية بعنوان هل تحب أن تكون سعيدا في حياتك الزوجية، مع المربي الفاضل سماحة الشيخ شاكر الفردان ليلة الخميس 22 يناير، ليلة الخميس القادمة الساعة 7:30، المكان مأتم المرخ ويوجد مكان خاص للنساء. أما الآن نستقبل ضيف القرية سماحة السيد مجيد المشعل، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. استغلالا لوجود سماحته
نكرم فرقة الأنصار، أنصار الحسين من البلاد القديم. فيتفضل أحد من الفرقة. صلوا على محمد وآل محمد. نشكركم ورحم الله والديكم. بس قبل أن بدي كلمة سيد شباب هني حبايبي صغار، اهدوا شوي، ها اهدوا، ارجعوا ورا بعد شوي، ارجعوا. صلوا على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الحضور الكريم جميعاً ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. السلام عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. نعيش هذه الأيام ذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى مولد الإمام الصادق عليه السلام، وأسبوع الوحدة وموسم الوحدة الإسلامية. وبهذه المناسبة العطرة وهذه المناسبات طيبة، نرفع التهاني والتبريكات إلى مولانا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى فقهاء الأمة ومراجعها، ولأبناء الأمة الإسلامية، ولكم أيها المؤمنون الكرام من أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المناسبات والذكريات محطات عطاء وعزة وكرامة وشموخ للإسلام والمسلمين إن شاء الله. في رحاب هذه الذكرى أريد أن أتحدث عن عنوانين يرتبطان بالذكرى وبالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. العنوان الأول حول القيادة الإسلامية، والعنوان الآخر حول الوحدة الإسلامية. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هو قائد الأمة وزعيمها وإمام المسلمين الأول، وعلى جميع المسلمين قاطبة أن يأتموا به وأن يتخذوا منه إماما وقائدا، حيث أن الله سبحانه وتعالى جعله قائدا للأمة وإماما لها. ولم يجعل الله سبحانه وتعالى هذا الموقع للرسول صلى الله عليه وآله إلا بعد أن أهله وجعله وصنعه بيده وصنعه على عينه سبحانه وتعالى، حتى بلغ المراتب العالية من الكمال والجمال، ثم بعد ذلك جعله إماما للأمة وقائدا لها.
هنا أقرأ لكم رواية جميلة وأعلق عليها قليلا ثم أنتقل إلى المحور الثاني. هذه الرواية الحقيقة رواية جميلة جدا اللهم صل على محمد وآل محمد. رواية عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه. الله سبحانه وتعالى أدب نبيه فأحسن أدبه، فالله سبحانه وتعالى هو المربي والمؤدب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله هو أديب الله وربيب الله سبحانه وتعالى، تربى على يديه وتأدب على يديه، ومن يتربى ويتأدب على يد الله سبحانه وتعالى ما عساه أن يبلغ من الجمال والكمال والأدب. تقول الرواية: إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه، فلما أكمل له الأدب، ما شاء الله، فلما أكمل الله سبحانه وتعالى لنبيه الأدب، يعني بلغ العلا بكماله بجماله بأدبه، إذ أنه إذا كان التأديب على يد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا حد لكماله وجماله ولا غاية ولا مدى لأفق كماله وجماله، فعندما يؤدب أحدا ويكمل الأدب له، إذن لم يبق شيء من الأدب ومن الكمال والجمال البشري إلا وهو فيه، فهو أعظم مخلوق وأكمل مخلوق وأكرم مخلوق وأجمل مخلوق لله سبحانه وتعالى. تقول الرواية: إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه، فلما أكمل له الأدب قال: وإنك لعلى خلق عظيم. بعد أن أكمل له الأدب أعطاه هذه الشهادة، فهذه الشهادة ليست اعتباطية، هذه شهادة تخرج للرسول الأكرم، حيث أنه قد تربى وتعلم وتأدب على يد الله سبحانه وتعالى، فأعطيت له هذه الشهادة: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم بعد أن أعطي الشهادة، ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده، فقال عز وجل: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بعد أن أهله ورباه وأكمل أدبه أعطاه الشهادة، ثم ماذا؟ فوض إليه دين الله، فوض إليه أمر الدين والأمة، وجعله قائدا للأمة وإماما لها. نعم، تقول الرواية: وإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس، لا يزل ولا يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق.
قيادة معصومة، قيادة ربانية، قيادة إلهية للأمة. السؤال هنا، السؤال الكبير هنا، ما بال الأمة وما بال وضع المسلمين وخلال 30 سنة فقط؟ أو إحنا بعض أوقات نطفر شوية. خلال 30 سنة وصل الحكم والزعامة وقيادة الأمة إلى معاوية، وبعده إلى يزيد، وبعده كما ترون استمر في بني مروان وبني الحكم وبني الحكم وبني مروان وغيرهم من العوائل والشخصيات التي هي لا تمتلك لا مؤهلا علميا ولا دينيا، بل هم من أراذل الخلق ومن أفسق الخلق. ما هذا الانحدار؟ الله سبحانه وتعالى لم يسلم أمر الدين وأمر الأمة ليسوس الأمة إلا بعد أن أدب رسول الله وأكمل الأدب له وأعطاه الشهادة، بعدين أعطاه هذا الصلاحية ليقود الأمة، وبعد ذلك يصبح مثل يزيد ومعاوية والحكم وغيرهم يصبحون زعماء الأمة وأمراء وأمير. تارة هؤلاء يصلون بالغلبة والقهر، وإن كان هذا ليس عذر، لأن المسلمين لا بد أن يتصدوا لهؤلاء ولا يسمحوا لهم بأن يصلوا أبدا. وقد سعى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لاقتلاع وتطهير الأمة من هؤلاء الأرجاس، وقد ضحى الإمام الحسين عليه السلام وقبله الإمام أمير المؤمنين والإمام الحسن وباقي الأئمة، ضحوا في مواجهة هذا الانحراف وتحملوا ضريبة كبيرة من راحتهم، من حياتهم، من دمائهم ودماء أهل بيتهم وعيالهم وأصحابهم والمنتسبين لهم والمنتمين إلى خطهم. قدموا الكثير في هذا الطريق، فكان لابد للأمة أن تقف وقفة مشرفة وقاطعة تجاه هؤلاء المنحرفين، وأن لا يسمحوا لهم بأن يصلوا إلى مواقع الخلافة لرسول الله والقيادة بعد رسول الله. ماذا حصل للأمة؟ وهنا المشكلة ليس فقط في وصول هؤلاء، هؤلاء قد يكونون يصلون بالقهر والقوة والغلبة والسيف، ولكن الطامة الكبرى هو أن يخرج من الأمة وخصوصا من علمائها ومن وعاظ السلاطين من يبرر ذلك، من يبرر ذلك ويعتبر ويعطيه صكا شرعيا، ويعتبر مثل معاوية ويزيد أميرا للمؤمنين. هنا الطامة الكبرى، تارة بالغلبة وأنت رافض، بين قوسين رافضي، ها رافض لهذا استلام هذا الموقع، ورافض لهذا المشروع، ورافض لهذا الانحدار والانحراف والانقلاب. هذه وتقول الأمة ما نستطيع نغير مثلا، هذا لا بأس به، مستوى من الرفض. أما أن نشرع لهؤلاء، نشرع لهم استلامهم لقيادة الأمة، ماذا حصل في المسلمين؟ فنحن بين أمرين لا ثالث لهما، يعني التبرير والشرعنة لهؤلاء المنحرفين في قيادة الأمة، نحن بين خيارين لا ثالث لهم. إما أن الله سبحانه وتعالى قد تنازل عن دينه
هذه الشرائط التي ذكرناها وقرأنا بعضها في الرواية، أهل رسول الله ورباه وأدبه وأكمل تأديبه وأعطاه شهادة، بعدين جعله قائدا للأمة، بالإضافة إلى الروايات الكثيرة والآيات في شرائط القيادة والإمامة. إما أن الله سبحانه وتعالى قد انتهى مشروعه، انتهى الموضوع خلاص، يعني بعد رسول الله اللي تريدون تصرفون تصرفوا، وما يوجد مشروع إسلامي ولا توجد دين خاتم وكذا، لأنه ما له معنى دين خاتم ورسالة إسلامية ومشروع إسلامي. يأتي في قيادته إنسان فاسق فاجر مجرم ويستلم مواقع القيادة فيه، ما له معنى. فإما أن الله سبحانه وتعالى قد تخلى عن دينه، وهذا مقدما نقولها بعد، حاشا لله سبحانه وتعالى. هذا أتعاب الأنبياء من آدم إلى خاتم كلها بعدين تسلم إلى يزيد معاوية وآل بني مروان وآل زياد وآل كذا وآل كذا وآل كذا إلى آخر السلسلة الفاسدة، حاشا لله سبحانه وتعالى. ويبقى الخيار الثاني أن المسلمين قد فقدوا إحساسهم وفقدوا وعيهم، وقد فقدوا القيمة الحقيقية للإسلام في فكرهم ووجودهم. لم يبقى الإسلام ذا قيمة رفيعة في نفوسهم، ما كل هذا الخيار، وإلا كيف يقبلون بأن يكون مثل معاوية ويزيد أميرا شرعيا، تارة مو أمير شرعي، قاهر بالغص بالقهر بالغلبة، ولا نستطيع أن نغير عذرك، بعد هذا أنت لم تشرع له، تبقى أنت تقول الدين لا يقبل بذلك، وحاشا للدين أن يكون مثل هؤلاء قيادة فيه وأئمة فيه. هؤلاء أئمة للنار، كيف يكونوا أئمة للدين؟ هؤلاء لا يمتلكون أي مؤهل، هذا موقعهم في جهنم، كيف يكونوا أئمة للدين والمسلمين؟ تارة يكون هكذا فهمك، وأخرى تقول أنهم أئمة شرعيين، أمير المسلمين وأمير المؤمنين. فإذا هذا يدل على أن الأمة قد فقدت رصيدها الثقافي والفكري تجاه الدين، وأصبح الدين لا يمثل أمرا مهما في حياتهم، لا تفسير آخر له. إما أن فعلا الدين تغير أو أن المسلمين تغيروا، بعد ما أكو خيار آخر، وحاشا للدين أن يتغير وتحول وأصبح شيء آخر غير اللي نعرفه وغير الذي ضحى لأجله الأنبياء والأئمة وغير الذي أرسلت به الرسل. إما أن الدين تغير أو الأمة والمسلمون قد تغيروا، ولا مجال إلا أن نختار الخيار الثاني. تغيرت الأمة، انمسخت، تخدرت، فقدت رصيدها الفكري والثقافي والروحي، وهذا ما حس به الإمام الحسين عليه السلام في صدر الإسلام. هذا المعنى اللي نقوله قد حس به وأدركه الإمام الحسين في وقت متقدم جدا، مو الآن بعد 14 قرن، الآن بعد ظاهر لو الإمام حسين سلام الله عليه يطلع يقول هاي في وين احنا الآن وهي شنو الموجود. على كل حال، فقد تنبه لذلك من ذلك الزمن، وجد أن الأمة فقدت البوصلة، فقدت رصيدها،
إرثها النبوي فقدته تماما، وإلا كيف يعني تقبل بيزيد وأمثال يزيد؟ ولذلك ثار من أجل أن يهز هذا الضمير ويحيي هذا الضمير ويرجع الأمور إلى نصابها. ولكن مع ذلك مع كل ما قدم من تضحيات، مع الأسف كثير من أبناء الأمة ما نفعوا إياهم، لا زالوا يصرون على أن يزيد هو الأمير المؤمنين وهو الحاكم الشرعي والإمام الحسين عليه السلام ابن بنت رسول الله ربيب النبوة والإمامة الطاهر ابن الطاهرين سيد شباب أهل الجنة ريحانة رسول الله الإمام مع أخيه إن قام وإن قعد، هذا خارج عن الدين وخرج على دين جد. يعني هكذا عقلية، هكذا فكر، هكذا ثقافة، ماذا تعمل معه؟ هذا الذي حصل، وإلا الدين باق على طهارته وعلى صفائه وعلى علو شأنه ولن يتغير. ومن أراد أن يلتحق بالدين فليلتحق، ومن أراد أن يتخلف فليتخلف، فلتتخلف الأمة كلها. الركب الإسلامي الصاعد سائر إلى الله سبحانه وتعالى وسائر إلى الدولة الكريمة العزيزة التي ينتشر هداها وعدلها في كل العالم، إن عاجلا أم آجلا. فيبقى أهل البيت، يبقى الرسول وأهل بيته وعترته الطاهرة هم القيادة الشرعية الوحيدة في مسيرة الإسلام والمسلمين. ومن أراد أن يلتحق بهذا الركب فليلتحق، وهذا هو الدين الحقيقي، هذا هو الإسلام الحقيقي، هذا هو المشروع الإلهي، هذا الذي جاءت لأجله الأنبياء والرسل ولا غير. فمن أراد أن يلتحق به فليلتحق، ومن أراد شيئا آخر، إسلاما آخر، فليكن له، وحسابه على ربه. أما نحن بحمد الله من قد اخترنا أن نكون من أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأن لا نقبل ولو بمقدار شعرة، هذا داخل في وجداننا، هذا الرفض داخل في وجداننا، في عقلنا، في فكرنا، في عقيدتنا. لا يمكن أن نقبل للفاسق والفاجر أن يكون إماما وقائدا للأمة أبدا. أئمة الإمام والقائد لابد أن يكون رسول، لابد أن يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وآله، تربى على يد رسول الله ويمثل باب علم لمدينة رسول الله، قد تغذى العلم والإيمان والتقوى والورع والطهارة على يد رسول الله. فلا يمكن أن يكون قائدا للأمة غير هؤلاء. نعم، هذه عقيدتنا في القيادة، وهذا المعنى واضح وجلي لمن له ولو أدنى فهم للإسلام والدين. لكن تستغرب مع الأسف كيف يقبل البعض غير ذلك. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرشد هذه الأمة وأن يهديها وأن ينبهها من هذا الانحراف الفكري والعاطفي والروحي الذي حل على الأمة وأبعدها
عن خطها المستقيم، عن خط محمد وعلي وآل علي صلوات الله عليهم أجمعين. هذه هي المحور الأول. المحور الآخر سريعا، أن رسول الله صلى الله عليه وآله كما ذكرنا هو قائد الأمة وإمامها، هو كذلك رمز وحدتها. حتى لو احنا خربطين وما عدنا ذاك الوعي وما عدنا ذاك الفكر وما عدنا تلك الاستقامة على خط الرسول، ولم مع الأسف نتمكن أن نلتحق بركب الرسول الحقيقي وبالمشروع الإسلامي الحقيقي، لا أقل خلينا نبقى على مستوى الشعار، نعيش نعيش ماذا؟ ذكرى محمد صلى الله عليه وسلم، نعيش أنفاس محمد صلى الله عليه وسلم، نعيش دعوات العامة لا أقل، وأن نتوحد على، وإن كان في الحقيقة لا مجال للتوحد إلا أن نقترب من خط الرسول صلى الله عليه وآله، وأن نتأدب قليلا بآدابه حتى نتمكن أن نتوحد. على كل حال، على الأمة إن لم تتمكن أن تحسم أمرها على خط أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فلا أقل أن تتوحد الأمة على خطى الإسلام في خطوطه العامة، وأن يكف البعض عن تكفير الآخر، وأن يمتنع كل طرف عن تكفير الآخر وما يترتب على هذا التكفير من تفجير، تكفير مقدمة للتفجير والقتل والذبح في تحت لواء التكبير مع الأسف. فلا بد للأمة أن تستوحي من هذه الذكرى معاني الوحدة، معاني التراحم، معاني التآلف، معاني التعايش، وأن نبقى في إطار الإسلام، لا يكفر بعضنا بعضا، لا يقتل بعضنا بعضا، أن نسعى لأن نكون صفا واحدا ضد أعدائنا. لدينا أعداء كبار، لدينا أمريكا وإسرائيل، يعني نحن مو فاضين بعد حتى نقول خلينا نختلف خلينا نتناحر، هل فاضين؟ احنا ما شاء الله عندنا أعداء كبار يستهدفوننا ويسعون لقضاء علينا وسلب خيراتنا وسلب عقيدتنا وسلب ثقافتنا واحتلال أراضينا، فكان ينبغي علينا أن نتوحد. يعني إسرائيل ينبغي أن تكون رحمة على هذه الأمة، إنصافا لو كانت الأمة تمتلك وعي لتحولت إسرائيل إلى رحمة في هذه الأمة، لأنها سوف توحد هذه الأمة ضد إسرائيل وضد اليهود والصهيونية وأمريكا والاستكبار، وبالتالي سوف تكون سبب لوحدة الأمة وتكاتفها. لكن مع الأسف حتى مثل إسرائيل ما تمكنت توحدنا، وها هي أمريكا وغيرها تحتل بلداننا وتنهب خيراتنا، ولا من كلمة لتوحيد الأمة وضرورة تجنب التكفير وتجنب نعم الإساءة لبعضنا البعض. على كل حال، الأمة في وضع لا تحسد عليه، ووسائل التغيير محدودة، ولكن علينا أن نعيش الوعي لا أقل فيما بيننا، وأن يكون كل واحد منا يعيش هذا الفهم وهذا الوعي ويسعى لإيصاله لمن يستطيع، أن نعيش الوعي بالإسلام عقيدة وانتماء وشعارا وأهدافا إسلامية كبرى، وأن لا نقبل أن نكون سببا لنزاع أو فتنة في هذه الأمة.
أن نكون سببا لإراقة دم حرام في هذه الأمة. الرسول صلى الله عليه وآله لا يقبل بذلك أبدا، وصاياه كلها تصب في ضرورة الوحدة، ضرورة التآلف، ضرورة التراحم بين أبناء هذه الأمة. ندعو الله سبحانه وتعالى ببركة هذا المولد الشريف أن يفرج عن هذه الأمة ويرفع هذه الغمة عن هذه الأمة بظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن يرحم شهداءنا ويفرج عن معتقلينا ويشافي جرحانا، وأن ينصر شعبنا هذا الشعب المضحي المجاهد الصامد المقاوم العزيز الكريم، أن ينصره وأن يعيش في هذا البلد الطيب تحت لواء الإسلام وفي ظلال ولاية أهل البيت والعزة والكرامة والرفعة لهذا الشعب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين. نشكر سماحة السيد مجيد المشعل على كلمته القيمة. وصلنا للفقرة الأخيرة، عندنا إعلانات وتكريم أو تكريمات. أولا تعلن اللجنة الثقافية في المأتم عن إقامة موسم المصطفى والذي سيبدأ ليلة الجمعة القادمة، بنزلون إعلان إن شاء الله. الإعلان الثاني، عندنا لجنة المشاريع في المأتم، تعلن لجنة المشاريع في المأتم أو بناء لجنة بناء المأتم الجديد عن عودة صدقة الأمتار المربعة في الأيام القادمة واستكمال الأقساط والبيع، وسوف تصدر قريبا كوبونات للمساهمة، فمن يريد الاستفسار أو التعاون مع اللجنة في الترويج والبيع التواصل مع رئيس اللجنة السيد جعفر السيد تقي أو السيد جاسم السيد عبد الأمين. يتفضل رئيس المأتم بتكريم سماحة السيد. صل على محمد وآل محمد. نشكرك سيدنا، بس وقفوا اثنينكم عشان بعد عندنا تكريمات أخرى. نكرم بعد المشاركين في هذا الاحتفال، السيد حسين سيد مرتضى. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السيد رضا السيد أمين. مشى. عندنا بعد إدارة المأتم، تكرم إدارة المأتم السابقة، السيد عطية السيد قاسم. صلوا على محمد وآل محمد. طبعا نتقدم الإدارة السابقة بالشكر الجزيل على ما بذلته من جهود، ونسأل الله لهم التوفيق وجزاكم الله خير، ونسأل الله التوفيق للإدارة الحالية. السيد موسى السيد نعمة.
السيد جعفر السيد نعمة. السيد ميثم السيد علي. ظهر الخال عنده شعبية ضخمة. صلوات شيء مميزة. كمال الحاج عبد الكريم. ميرزا يوسف عيسى. آخر شيء عندنا السحب اللي هو على الأرقام، آخر رقمين بس.